يا صباح الجمال الذي تنشره أرواحكم الجميلة وتلك البسمات التي نستمدها من فرحة الأطفال كل عيد، صباح الفرحة الكبيرة التي تحول الحرب وتجارها سلبها من شعبنا البطل المكابر الصامد، إلا أنه أبعر كل الظروف أن يعيش فرحة الحياة. هذا الشعب المحب للحياة ومحب للفرح ومحب للسلام ومحب لكل ما هو جميل. نحن شعب بطبيعتنا نحب السلام ونحب أيضا أن نضحك وأن نعيش. شعبنا طبعا روحه جميلة، حياته بسيطة. صباح الخير لكل الناس في كل المدن والقرى والشوارع والأزقة. صباح الخير في صباح العيد، وأنا أحييكم عبر برنامجكم العيدي أنستنا يا عيد، فأسعد الله بالخير صباحكم، وبإذن الله لا يأتي العيد القادم إلا واليمن ونحن بأفضل حال يا رب. عيدكم مبارك مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم وأسركم بخير وصحة وسلامة وينعاد عليكم، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. نستأنس بكم ومعكم عبر أنستنا يا عيد على شاشة اليمن اليوم. العيد ضحك على
مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. طبعا العيد اجمل ما فيه هو لقياكم، الفرحه هي تواجدكم دائما معنا ومتابعتكم لنا، لانه في هذا العيد يجب ان يعم الفرح والسلام، وانه يكون الانسان مبسوط وعلاقته تكون الى الله اقرب، وايضا علاقته بالاخرين مع افراد اسرته. طبعا في هذا الصباح العيدي الذي ياتيكم عبر برنامجكم المباشر انا استنايا عيد، ضيوفي في الاستوديو الفنان احمد فتحي. صباح الورد، وكل يوم وانت بخير يا احمد حبيبي. صباح الخير، وكل عام وانت وجميع المشاهدين بخير وصحه وعافيه يا رب، ينعاد عليك وعلى اليمن عام يعني بالامن والامان والصحه، والناس كلها تنعم بالصحه والعافيه والسعاده ان شاء الله. شكرا لك يا احمد. ايضا احمد الخراشي صديقي العزيز، صباح الخير يا احمد. صباح الخير، العافيه، كل سنه وانت طيب. كل عام وانت بخير يا احمد. وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. كيف اجواء العيد؟ والله الحمد لله تمام. معيدين عندنا في الاستوديو اليوم. يعني اليوم معيدين، تشرفنا بوجودك. وليد المستر ضيفنا الغالي وضابط الايقاع، صباح الخير يا وليد. صباح الخير، كل سنه وانت طيب يا رب. صباح السلام. اخبار الفرحه والعيد في مصر؟ والله الحمد لله تمام. الناس بتفرح بلا يومين الحمد لله. ان شاء الله تعم الافراح وربنا يحفظ هذا البلد العظيم. إذن سأبدأ من عندك يا أحمد، أجواء العيد. طبعا أنت من عدن، هذه المدينة الجميلة، كل إنسان له ذكريات في العيد، ولو استحضرنا تلك الذكريات كيف كنت بتقضيها أنت في عدن؟ طبعا العيد في عدن يعني نستقبله من قبل ما يبدأ، من آخر يوم رمضان نحن يعني نخرج نحن والأهل نقضي الحاجات الناقصة اللي يعني قد قضينا حاجاته. في احيانا تحصل لك شغلات في اليوم هذا يعني زي تقول شغلات مضاعفه، الانسان مثلا واحد الجعاله المكسره لا وليس يشتري أيوة لبس أيوة معين مثلا امي كانت تنزل يعني هي اللي كانت ربنا يطول في عمرها. يعني انا ما احبش لفات السوق هذه والشراء والقياس تدخل يعجبنا، كانت تنزل تشتري لي الملابس وتجي الله يعطيها العافيه بس وغايسهم تقول لي حتى على القياس كانت تضاربنا مضاربه يعني بالقصب يعني كسل انا في 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 وانت عاوز تشتري وتمشي ها؟ مش موضوع هي غداها اللي تشتري من السوق، يعني هي اللي تنزل السوق تشتري. انا خرجت السوق مع اصحابي يعني ما احبش اخرج مع حريم مع جيران البيت نهائيا، مشوار السوق ما يخلص وبالذات مع النسوان يعني بصراحه يعني بالذات مع النسوان طلبات يعني كثيره طلباتهم كثير ومعاهم قلب يعني معهم قلب للمشارعة للمفاصلة معهم قلب للمفاصلة معهم قلب للاختيار. لا أنا يعني لو خلص لو ضبحت من المحل ممكن أشيل أي حاجة والحاصل واروح واتخارج. تخيل تشتري لي الملابس وتجيبهم لما عندي للبيت. أنا أروح تقول لي شوف أروح البيت تقول لي اشتريت لك ملابس قايسهم. أقول له طيب بعدين لا قايسهم الآن الرجال غدي بكرة شوف الدنيا عيد ما فيش يطلع يعني قصير ولا طويلة ها. لما نحن بيوم الوقفة طبعا رجع من الوقفه نزله جماعيه تضطر ان انا انزل خلاص وتقول لي واقف انا قد ثلاث مرات رجعني تنزل صحيح ننزل وكذا ونحتفل بالعيد من قبل ما يبدا يعني ونسهر الليل مع الاهل ولا بالحاره نجهز واحد البخور وتلك الرائحة ايوه ونجهز البيت حتى بنوضب البيت وبنرتب البيت والستائر والمشمعات والحاجه كذا يمكن يفهموا الناس اولى بالعدني كذا يعني ونخرج نصلي العيد وبعدين نفرح مع الأطفال يعني زينا زيهم نفرح وكذا وبعدين نروح نتغدي وما ننامش طبعا لأنه النومة دي زربيان والغداء زربيان كذا أيوة صيادية النومة اللي هي بعد الظهر هذه هي نومة الغفلة تعتبر بالنسبة لنا هذه النومة نحن نعادي النومة هذه ليش عشان ما ننامش وضع علينا إيش اليوم ده صاحيين يقول العصر الساعة 3 نلبس نبدل نخرج نلعب تيجي الساعة 8 المساء ونحن ميتين إرهاق سهر رمضان سهر وألعاب أيضا كان فيها الألعاب شعبية يعني أيوة عندنا والطماش والقريحة عندنا في كريتر في الميدان كان في مخدرة يعني يسموها عندنا المخدرة اللي عملوا بها للأفراح دي حد يجي كان ركزها قبل العيد يوم الوقفة يبدأ يشتغل عليها من أول أيام العيد يعني كان في جمال وحمير ودراجات ودي الطنطانة حق القهوة دراهين وكذا الخيمة هذه كان يعمل بها نوع من أنواع خفة اليد راجل كبير من عدن كريتر من الخساف بالذات ألعاب الخفة ها. أيوة ألعاب خفة خطير والله يعني من زمان ده من زمان يعني من أيام أبهاتنا لحقنا نحن آخر أيام أنا لحقت آخر أيام والرجال الآن ربنا يعطيه العافية يعني ربنا
العافية. أحمد الخراشي، شوف أحمد بيتذكر ذكريات عدن، وأنت كنت لديك ذكريات أيام الطفولة والعيد. ذكرياتنا في صنعاء يعني بنفرح بالعيد، بنقوم نصلي العيد ونرجع نسلم. وقذا الجعالة موجودة. أيوة الجعالة موجودة، نعم نعم، وكعك العيد موجود. وعسب العيد. عسب العيد نعم، وبنسلم على الأصحاب والأصدقاء، وبعدين بيكون هناك ملتقى كبير لنا جميعا يعني نخزن فيه نجلس فيه. طبعا بيحضر العود، بيحضر الاناشيد والغناء الجميل والاحتفال بالعيد الجميل في بلادنا. العيد زمان كان حالي افضل، كان يعني الناس كانوا مبسوطين وفرحانين، لكن للاسف بسبب الوضع الاستثنائي للبلد نعم والحرب يعني يعني تفاقم الوضع الاقتصادي للاسف، اصبحت فرحه العيد محصور ماشيين بهذيك الحجم. ورغم ذلك احنا شعب بنحب الحياه، نحب نفرح، نتجاوز نعم. الظروف المحبطه، وانه نبتسم ونضحك ونرقص نعم وننسى الالم مهما نعم. كانت نصنع لانفسنا فرح من لا شيء يعني نصنع لانفسنا فرح. وهذا هي طبعا عظمه الشعوب، يعني عظمه اي شعب عندما ينتصر على الاوجاع وينتصر على الحرب. هذا صح. يدل على عراقه وايضا وايضا نعم. كبرياها يعني الشعب، ومهما حصل سوف تستمر افراحنا رغم الاوجاع ان شاء الله باذن الله. وليد المستر، كل سنه وانت طيب يا وليد، اخبارك؟ السلام. اخبار العيد في مصر؟ والله الحمد لله تمام. كيف قضيت العيد يا وليد؟ والله انت عارف ان احنا في المزيكا بنقضي العيد ده من اول يوم، احنا شغل طالعين من رمضان بقى، يعني تبقى في اجازه في اوقات، وفي ناس بتبقى شغاله تخت شرقي برضو شغل بالعود وكده، ولو ترجع بقى لحاجات التراث. طيب يا وليد، انا الطبله هذه يعني هل فيها مثلا تكنيك معين زي العود والجيتار، ولها مثلا قواعد انه ازاي واحد بيمسكها؟ يعني انا بشوف انه الايد الثنتين لازم تشتغل. لازم، والصوابع كل صباع ليه ترجمه، يعني وهي كآلة ايقاعيه هي من اصعب الالات الايقاعيه. انا طبعا صديق احمد. حبيبي ده يعني اجدع حد قابلته في مصر. ربنا يبارك لك. والله هو حبيبي. بس بيبالغ شويه. لا لا والله ما بالغ ولا حاجه. ربنا يديم الصداقه والمحبه بينكم. طيب انت يا احمد، يعني يا وليد عفوا، انت قريب من احمد. عندما بيغني احمد اغاني يمنيه، هل شفت ان في صعوبه انت كضابط ايقاع؟ ما هو انطباعك انت عن الاغنيه اليمنيه؟ اليمنيه عامه، هو انا بقالي فتره في الخليجي، يعني بقالي فتره بشتغل في الخليجي، كان شغلي الاول شرقي بحت من وانا سن صغير، كان شغلي كله شرقي يعتبر. فمن حوالي 2009 كده ابتديت انزل للسوق الخليجي بقى، عشان ايه كان الموضوع محصور في شغل شرقي وكده وحفلات وكده، لكن في الخليجي الموضوع مختلف شويه، مود جديد عليا. فاستفدت برضو من المطربين اليمنيين اللي انا اشتغلت معاهم كتير، عشان الايقاعات اليمني مش سهله، ايقاعات صعبه، وفي حاجات خليجي يعني في دول خليجيه ما تعرفش تقول الايقاعات دي، وفي يعني في حاجات كتير صعبه مش سهله، لان حاجات قديمه بنقول عليها معقربه. بس عشان في الحاجات دي كلها تراث، فالاهتمام بيها احمد كان عنده فكره جامده جدا ان هو نفسه يجدد التراث اليمني. جميل. طيب يا احمد، احنا خلال هذا الصباح العيدي نريد ان نطرب المشاهدين ونسمع كذا اغنيه فرايحيه. انا سمعتك بتعمل بروفا قبل البرنامج اغنيه تقريبا على عدن. دندن على عدن ها، ولا نخليها من اختياراتك انت؟ اختار الاغنيه اللي تحبها. لا نقول 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 المذهب موال كده ونخش اغنيه ثانيه. اوكي. Thank you.
عادا يا وي أحلامي عادا يا زينة البلدان عادا يا شدو أنغامي عادا يا لوحة الفنان إذا طال المدى عنك أنا مالي غنى عنك إذا طال المدى عنك أنا مالي غنى عنك لأنك مصدر الهامي غزير الشوق والوجدان تفارغنا زمان والآن عدنا يا جبل شمسان رمبا ساعة هني بايقع فيها الهنا وال أيوة السعادة يوم اللقاء عيد يا ربي عسى بالعيادة عسى ساعة هني كم لي من البعد السهر ما عرفت عرفت القعادة بنام عندك وحبيبي قوم هات الوسادة عسى ساعة هني ايش غيبك يا مخضب يا حسين حسين القلادة وعادة الزين ما يقطع على الناس الناس عادة عسى ساعة هني ايش غيبك يا مخضب يا حسين حسين القلادة وعادة الزين ما يقطع على الناس الناس عادة عسى ساعة هني عسى ساعة هني عسى ساعة هني الله الله يا أحمد برافو برافو يعني عدن تستحق انه فعلا نغني لها والعيد في عدن ولا احلى منه يا احمد اكيد يتذكر واحد ايضا الاغاني الشعبيه والفنانين العظماء يعني الله يرحم من غادر ويعني ويشفي من وتعبان يعني احمد الخراشي مرحبا اشوف بيكلمنا احمد على عدن وعلى حلاوه عدن وجمال عدن ايضا صنعاء أجمل المدن اليمنية والقريبة دائما إلى القلب يعني صنعاء جو صنعاء حوت كل فن صنعاء حوت كل فن أحب صنعاء واللي في العجل صنعاء عشق بحد ذاتها صدري بحكم أسواقها القديمة صنعاء القديمة جوامعها القديمة تراثها أهلها بساطة يعني أهلها وعظمة أهلها أيوة واللهجة الصنعانية المميزة حتى طقوسهم في تخازينهم في موايدهم في كل شيء نكهة أخرى يعني على ذكر التخازين ما يحلى القاتل على في المنظر ها في المنظر بعدين فعلًا طقوس جميلة يعني خاصة مع تلك الروائح الجميلة البخور أيضًا نظافة البيوت البهجة الفرحة
يعني ما تدخل بيت فيه صنع له وتشوف فيه الجعالة وجعالة العيد كعك العيد هذا من الرسميات المويه الكعك المالح الكعك أيوة المالح الحالي أيوة. طيب يا أحمد إيش ممكن نسمع اليوم؟ والله صوتك الجميل نغني للعيد أو نغني ونفرح للعيد. طيب طيب معلش بس ممكن أتدخل كذا؟ أتدخل أتدخل تفضل. اليوم في مواهب لأحمد اليوم في مواهب لأحمد اليوم جامدة جدا بسم الله طلع بقاع مظبوط بالعكس. سلم على احبابك اهلك واصحابك سلم على احبابك اهلك واصحابك وكل من عادك مبروك عليك العيد كل من عادك مبروك عليك بالعيد انا استنى جزء من ايامنا العيديه كنا واحنا اطفال يعني نتابع التلفزيون ولا احلى العيد اللي واحنا بنسمعها يعني هو غناها علي بن علي الانسي الله يرحمه نعم وجددوها فنانين مثل فؤاد الكبسي نعم اصبحت يعني فعلا لا احلى العيد اللي نكهه 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 العيد هكذا وننتظرها امام شاشه لحن التلفزيون خالد يعني لحن نعم. حلو كلام باللهجه الصنعانيه كلام حلو مفهوم يعني أغنية جميلة العيد. طيب يا أحمد إحنا مثلاً كنا في صنعاء والمحافظة الأخرى بنسمع أنا استنى عيد هل كان في مثلاً أغنية في عدن لا يحلى العيد مثلاً في عدن وحضرموت اللي بسماحها معنا المرشدي يا عيده معنا فيصل العلوي يا عيده الله معنا كرام مرسال أقبال العيد الله يرحمهم أقبال العيد معنا حاجة تكلمت على عمالقة إيه؟ أسماء استطاعوا أنه فعلاً يعطوا للأغنية اليمنية حقها
ودخلوا إلى كل بيت يمني من خلال هذا الفن الراقي والكلمات الجميلة واللحن. أيوة العادل. يعني هم أجو يعني استغوا من التراث اللي من الناس اللي سبقوهم يعني، وبرضو عملوا ومشوا على خطى هؤلاء الناس اللي سبقوهم يعني، عملوا لحنوا بنفس الطابع ونفس نفس شكل الأغاني يعني. الأغنية الصنعانية ادوها شكلها، والأغنية العدنية أعطوها حقها، واللهجة أعطوها حقها. صحيح. ويميز أيضا اللحجة ذلك الرقص الجميل الفلكلور يعني، كانت أغاني فيصل علوي تحرك الإنسان أنه يرقص وينبسط ويفرح. أيوه، ففيصل علوي استغى من مدارس غوره يعني، من فضل محمد اللحجي الله يرحمه والأستاذ الأول يعني كان، وكان في برضه من جيل فيصل علوي الفنان حسن المهنا والفنان فضل الكريدي، وأسماء يعني أسماء كانت. طبعا الاغلب الاسماء دي طبعا قد غادروا ورحلوا عن الدنيا. حسن المهنا رحل الله يرحمه يعني، وفضل الكريدي لا يزال يعاني من جلطه مسكين يعني، ربنا يشفيه ربنا يشفيه ان شاء الله. بيموت الاشخاص وتظل الاغاني هذه خالده في اذهان الناس. ايوه، وليد الحان لا يمكن تنتسى يعني. شفت احمد اخذ عليك الطبله و... احمد حبيبي متعدد المواهب احمد. انا بقول له علمني، انا بقول له علمني. انا علمك الطبله وانت تعلمني شويه ايقاعات يمني. حبيبي انا الايقاعات اليمني بحر كبير في صعبه يعني، تقدر تقول يعني الايقاعات المصريه معتمده على الاعداد الزوجيه اغلب الايقاعات يعني. يعني مثلا اللي هو الوحده الكبيره والمقسوم والصنباطي والمصمودي صح، وحاجه عدد يعني عدد الأربعة على أربعة اثنين أربعة يعني عدد زوجية. لكن عندنا في 11 على 8 اللي هو الدسعة. والله شوف هذه أرقام أنتوا أخبر مننا فيها. أيوة أيوة يعني حاجات صعبة. أيوة هذه فنوتة. أيوة تحس إنه في يعني في إيقاعات عندنا مكسورة، تحس إنه فيها كسر هنا تصعب شوية على حتى على زي ما قال وليد على ناس من دول الخليج برضه. في دول من دول الخليج في إيقاعات يعني ما بيقدروش يعزفوها من سر. زي الدسعة أستاذ أحمد صح؟ زي الدسعة. أيوة زي الدسعة. طيب يا زي وليد الجماليات المرش كمان. لا المرش، لا المرش موجود، مرش موجود عالمي موجود. لا مرش عالمي. طيب يا وليد انتوا الاغاني المصريه اللي بترددوها خلال العيد، هل في مثلا اغاني هنا ام كلثوم قامت بالدور الكبير ده بصراحه في ليله العيد دي؟ دي يعني العيد من غيرها تحس ان في حاجه غريبه بنسمعها في كل حته. في عمل قديم اللي هو ايه العيد فرحه. دي دولت مثلا بتغني ولا بس ضابط ايقاع؟ لا انا بلعب كل الالات الايقاعيه لكن ما بغنيش. والغنى يعني لا يعني ما انا احاول نجيبه معانا كده كده واحده واحده يعني، بخليني في كده احسن يعني. ان شاء الله على اللقاء القادم يكون يغني. ان شاء الله خلاص احنا طالما انت ضبطت الايقاع عرفناك يا وليد يعني، ربنا ينورنا دايما يعني، ربنا يعزك. انت رحت فين في العيد؟ انا ما رحتش في حته، احنا رحنا الشغل بس. الشغل بس موسم انتم بالنسبه للعيد يعتبر موسم. بالنسبه لنا احنا رمضان اجازه يعني. اكيد رمضان اجازه والعيد هذا الناس يروحوا يفرحوا، احنا شغل طبعا. وفي اليمن احمد تكثر حالات الزواج والافراح يعني، اغلب الناس ايضا اللي قادمين على الارتباط انه بيحبوا دائما يعني يكون توقيت الزواج حقه خلال عيد الفطر وحتى عيد الاضحى. ايوه يعني اذا مثلا حتى زواجه متاخر وجاي فتره العيد يحاول يسرع ينجز اموره بسرعه عشان يحدد الزواج بتاريخ يوم من ايام العيد. طيب هذه الحفلات يا احمد بتساهم على انه ينتشر الفنان اكثر ويكون ايضا الفنان قريب من الجمهور وبيغني لهم وهو قريب منهم في المخادر او في صاله الاعراس؟ طبعا في مثل قديم كانوا عندنا الموسيقيين القدماء يقولوا المخادر مقابر. المخادر مقابر. مقابر يعني المخدرة. بتقيد الفنان انه ما ينطلق. لا مش 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 ما ينطلقش، مقبرة الفنان. ليش؟ من موضوع الإجهاد والوقت الطويل. صحيح. بس أنا بالنسبة لي وبالنسبة برضو لكل الفنانين الشباب يعني اللي موجودين، المخادر مدارس. تعلم. تخليك قريب من الناس أكثر. تخليك قريب من الناس، تخليك تلقائي يعني مثلا حفلة الوحدة أو مثلا على أغنيتين ثلاثة غني شفت كم يعملوا جروبات على لا المخدرة هو الفنان ما في إلا هو المسجلة، أو لو في فنان تاني أغنيتين بأغنية أغنيتين بأغنيتين كده. فمن الساعة 4 العصر أو من بعد الغداء أحيانا إلى الساعة 3 الفجر فعلا زي ما قلت إرهاق على الفنان ياخذ من صحته. أيوه بس بالنسبة برضه تستفيد كخبرة، يكون عندك رصيد، يكون عندك بتشتهر اكثر، وبنفس الوقت ما تكونش مختفي على الجمهور، عارف الجمهور ايش يشتي ايش، قريب من الناس يعني. صراحه انا احب حاجه اسمها مخادر.
وخرمان مخدرة بعدن. إن شاء الله إن شاء الله نرجع بلدنا وتعود الفرحة مجددا. وطبعا أحمد الخرشي أيضا بنستغل الأعياد هذه والناس بيسافروا بيتنقلوا عبر المدن. كان هناك طبعا أيام الزمن الجميل كان الناس يسافروا الحديدة يسافروا عدن. أيضا شوف إحنا كشعب متذوق يعني أيضا في عدن يحبون يجي فنان من صنعاء أو من أو من الحديدة والعكس أيضا. وعدن صح وصنعاء يشتوى فنان من المناطق هذه اللي ذكرتها من الحديدة من عدن يجي. أنا طبعا سألت أحمد هذه المقايل أو الأعراس بتساهم إن الفنان يكون قريب من جمهوره أكثر وينطلق أكثر ويتعرف على الناس. نعم. ويكون أيضا الناس هم أيضا هم مصدر يعني نجاح الفنان. نعم. تشوف الناس بيتواصلوا معك مباشر داخل صالة العرس فبيحبوا أيضا الأغاني الجميلة اللي فيها طبعا الرقصة الصنعانية. نعم. وياس الصبري هو بحكم أنه العيد بيجي بتكون في جلسات قبل العرس قبل الأفراح فالفنان في هذا الوقت هو بيفرض نفسه يعني من صحيح. خلال الجلسات اللي بيجلسها بيحاول خلاص تعرفوا عليه الناس ممكن يا أخي إحنا نشتيك في العرس الفلاني بعد العيد يعني كذا بعد فترة فبيرسم له قاعدة شعبية كثير يعني محطة انطلاق يعني المخادر هذه محطة انطلاق الفنان تقدر تقول. نعم. يعني أكثر الفنانين المعروفين الآن حاليا اشتهروا من المخادر والعرس. من المخادر والعرس صح. يعني الفنانين الشباب المتواجدين كلهم الآن أغلبهم يعني غير يعني سيبك من اللي شارك ببرامج واللي لا لا المتواجدين على الساحة حاليا كلهم من أعراس اللي في صنعاء واللي في حضرموت واللي في عدن. صح. إذن أنا أستاذنكم بس نذهب إلى اتصال مع مراسلنا في تعز زميلنا عواد الوهباني. عواد صباح الخير وكل يوم وأنت بخير. أستاذي كل عام وأنت المشاهدين الكرام بألف خير وعافية. أنت في مدينة عز العز تعز العز هذه المدينة الجميلة الحالمة مدينة الثقافة والحب والسلام ومدينة المبدعين والمثقفين. كيف كانت أجواء العيد في مدينة تعز؟ تعز مثل بقية المدن اليمنية تعيش أجواء عيدية فرائحية وإن كانت مستورة ومنقوصة نوعا ما جراء الحرب والحصار المفروض على المدينة من قبل الميليشيات الحوثية. إلينا الناس هنا في هذه المدينة يحاولون الاحتفاء بمظاهر العيد اختفاء يليق بهذه المناسبة الدينية العظيمة على قلوبهم وكما اعتادوا عليها من الآباء والأجداد. هذه عيد مناسبة للأطفال للكبار للصغار يحاولون اقتناص لحظات فرح أمام هذا العبث القائم في تعز وتحديدا الحرب والحصار والغلاء الكبير الذي يعني يحاول تقليص الفرحة ويجعلها مقصورة بمن استطاع إليها سبيلا. عواد أنت من أبرز المراسلين لقناة اليمن اليوم وتعودنا طبعا نشتغل أيام الأعياد والإجازات يشعر واحد بفخر أنه يقدم رسالته الإعلامية بكل مهنية. يعني اللي أقصده هنا أنه أعددتم تقارير خاصة بالعيد خاصة وأنت في مدينة تضج بالحياة مدينة جميلة مدينة لا يتوقف الحب داخل أزقتها وشوارعها. نعم في تعز يعني تجد مظاهر حياة جميلة تجبرك على التجول في شوارعها وتوثيق يعني ما الذي يحدث في هذه المدينة الجميلة. نرصد أجواء الفرح نرصد يعني زيارة الناس نرصد الطقوس العيد الطقوس العيدية في هذه المدينة نرصد حتى أوضاع النازحين كيف يقبلون على العيد ويستقبلون هذه المناسبة بظل هذا الوضع. هناك طقوس عيدية رائعة تقام في المدينة كما أسلفنا رغم الوضع غير أنهم يحاولون اقتناص لحظات الفرح. تبدأ المراسيم طبعا من الصباح الباكر حيث يدون صلاة العيد جماعة في المساجد والمصليات العامة يستمعون للخطب لخطبتي العيد منها فور انتهاء من صلاة العيد يتبادلون التهاني والتبريكات يزاورون أكثر مقبرة الأنشية داخل المدينة جراء الحرب أكثر من
5000 قتيل ما بين مدني وعسكري في مقبرة الشهداء. كثير من الناس اعتادوا على زيارة قبور موتاهم، ثم تبدأ مع العودة إلى المنازل، تبدأ أيضا زيارة الأرحام والأقارب. في ريف تعز هناك نكهة خاصة، هناك الأفراح، هناك الزوامل، هناك الضرب بالمرفع، الأغاني، يعني إطلاق العاب النارية والرصاص، كلها مظاهر فرح تعبر عن هذه المدينة الجميلة والمحافظة التي يفرض عليها الميليشيات الحوثية طوقا حديديا لم يعهده التاريخ، غير أننا نفرح رغم كل هذا. عواد، ماذا عن المنتجعات السياحية؟ هناك طبعا نتذكر حديقة الألعاب في الحوبان، أيضا زيارة قلعة القاهرة وجبل صبر، يعني تعز تسخر بالعديد من المناطق التي تعتبر قبلة للسائحين ومن يرغبون بقضاء أوقات جميلة في الهواء الطلق. نحاول الوصول إلى 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 الحدائق الحكومية، فإن الحدائق الحكومية في مربع الميليشيات الحوثية. لم يجد السكان في مدينة تعز المحاصرة سوى حديقتين صغيرتين هما الملاذ الآمن للأطفال، بالإضافة إلى جبل صبر، هذه المدينة المعلقة في جو السماء. يعني رغم الدمار الحاصل في بعض الأماكن فيها، غير أن الأطفال يحاولون أن يحيون الفرح من بين السماء، من بين ركام الحرب. يعني كثير من الأسر يتعجز عن توفير متطلبات الذهاب والإياب، غير أنهم يفرحون. الحدائق تكتظ وتعج بكل تفاصيل الحياة في تعز، يبحثون ويقتنصون لحظات الفرح. كثير من العائلات يحاولون الخروج من المدينة إلى الريف الجنوبي، وتحديدا في اتجاه مناطق الحجرية. هناك يجدون وادي سنوان، ويجدون الماء، ويجدون الخبرة في وادي الضباب، يبحثون عن لحظة فرايحية موسمية يبحثون عنها بالقرب من حصار الميليشيات الحوثية والجو العام الذي يسيطر على المدينة. يبحثون يهربون من زعيق الباعة، من صور بعض السياسيين، هم يبحثون عن الحياة بكل تفاصيلها. بإذن الله يا عواد، الحب ينتصر على الحرب. إذن هي فرصة عبر برنامجنا أنستنا يعيد أنه نشكر دائما جهودك وتقاريرك الرائعة التي يعني نسمعها ونشاهدها باستمرار، وأنت تعمل بكل مهنية رغم المخاطر التي تتعرضون لها. عبر برنامج أنستنا يعيد، هل تحب تهنى حد بهذه المناسبة؟ أهنيكم أولاً، أهني طاقم قناة اليمن اليوم، إدارة ومذيعين ومحررين وفنيين، كل العاملين في هذه القناة الجميلة. أهني الشعب اليمني كافة، أهني القيادة السياسية، أهني اليمنيين بكل أطيافهم، بكل أسمائهم، بكل لغات الحب. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم والوطن بخير. مسرور جدا بتواصلنا معك عواد الوهباني مراسلنا في تعز، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم أعود لاستكمال حواري مع ضيوفي في الاستوديو. هلا بالعيد والخلان، هلا بفرحة الأرحام.
مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، متواصلين معكم عبر هذا البث المباشر وعبر برنامجكم الصباحي العيدي. انا استنى يا عيد وما عيدي احمد الله في اليمن، احمد واحمد يا ابراهيم، يعني شفتكم يعني بتتكلموا اثناء الفاصل انه فعلا ما عيد الله في اليمن. العيد في اليمن ثاني نكهه ثانيه صدق، هو بحكم ان احنا ان بلادنا وان احنا عشنا واحنا مرتاحين والله في في مصر. الدنيا هي بلادنا الثانيه اللي احتضنتنا بكل حب وحنان، بس في نفس الوقت كان لنا ذكريات حلوه في الاعياد في بلادنا في اليمن، لقاء بالاصحاب والجلسه لها رونق اخر. احمد فتحي كان متمسك بقضاء العيد في عدن يعني. طبعا اول مثل السمكه ها اذا طلع من الماء. ايوه الان اول واحدة بتسمع الكلام هذا بتقول الله يذكرك بالخير امي يعني. الله ربنا يعطيها الصحه. الله يديك الصحه. يا ابني مشي معانا يعني بنروح نتمشي البريغه، طبعا معاها اثنين انا واختي اصغر مني، فبنروح نتمشي يعني اسره وده. لا روح انتو تجلس لها في كريتر ها؟ في كريتر مع اصحابي، في كريتر ما اخرجش مده ايام العيد. لو اروح شيخ الشيخ عثمان يجيني ضيق ما اقدرش. طيب انت متى حسيت انك فنان؟ في سن كم؟ وأنا صغير أنا بدأت أغني قبل ما أعزف، قبل ما أدخل مجال الموسيقى. طيب كنت بتدندن مع أصحابك في هذه الأيام؟ من المدرسة يعني المدرسة أيام وأنا صغير. أقصد عندما تلتقوا عندما قلت لي أنت. أيوة أيوة أصحابي هم كان في شلة من 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 حارتي يدرسوا معي في مدرسة بحار. هذا تتذكر أساميهم ولا نسيتهم يا أحمد؟ إيه. تتذكر أسماء أصحابك ولا؟ أيوة ذاكر أسمائهم. ذاكر أسمائهم. طيب وجه لهم التحية فرصة. واحد منهم موجود هنا وجه لهم التحية وقول لهم كل سنة وهم طيبين. ايش ايش كنتوا بتدندنوا؟ اسمع عشان نوم كثير. ايش كنتوا بتدندنوا هذيك الايام؟ الفيصل علوي ولا محمد؟ لا كنت عجبنا اغنيه لو ضاقت الدنيا لمحمد سعد عبد الله. الله. لابد ما تفرق. لابد نسمعها ما رايك نسمعها؟ ولا انت محضر شيء ثاني في بالك؟ حاضرين عادي اللي تشتي لانه قد غنيناها من قبل يعني. اللي يعجبك. عادي عادي. انا اترك الكره في ملعبك وتختار اللي اللي. طيب نلحق وقت البرنامج يعني انا حابب هذه الاغنيه هذه اللي الجندي المجهول اللي واقف خلف الكواليس اللي هي مراتي يعني زوجتي نوجه لها التحيه ومناسبه العيد ما فيش حاجه هدينا لها بنهدر الاغنيه هذه الاغنيه يعني لا عصب عيد ولا حاجه ها Thank you.
فين كنت من زمان؟ ليش ما عرفتك؟ ليش غضيت عمري عذاب؟ يا ريت شفتك. فين كنت من زمان؟ ليش ما عرفتك؟ كيف غضيت عمري عذاب؟ يا ريت شفتك. بس ايش ينفع؟ يا ريت ما كنت ريتك. بس ايش ينفع؟ يا ريت ما كنت وريتك. دي الحياة دحين أمامنا عادوا فيها كتير يا روحي. أنا بنسي همومك وأنت بتداوي جروحي. دي الحياة دحين أمامنا عادوا فيها كتير يا روحي. أنا بنسي همومك وأنت بتداوي جروح. يا حياة أمسي ويومي، يا حياة بكرة وبعده، يا حياة العمر كله. يا نعيم قلبي وسعده، يا حياتي يا حياتي يا حياتي. ما شاء الله يا احمد، صوتك دائما جميل و حبيبي انت الاجمل. تجنب هذه الاغاني الرائعه يعني. حبيبي احمد الخراشي، طبعا بتتذكر انت ايام زمان وايام اللقاء بالاصحاب. دائما شوف، عندما يكون الانسان عنده اصدقاء مقربين له بيكون ايضا هم دافع انه يستمر هذا الفنان في عطاء، لانه الصديق هو مراه لصديقه. صح. فاكيد انه كان في مجموعه من الاصدقاء كانوا مثلا داعم لك يا احمد في بدايه مشوارك الفني. هم اصلا شوف، الفنان ضروري كله جلس استاذ صبري ايش جلس فني يعني، يعتبر سمي على جلس الفنان. فاحنا ما تعلمنا الا بوجودهم، لو ما كنا نغني نتعلم العود يعني. في اغنيه فيها لزمات فيها كذا ما بندينش، او لا بيقول لي لا اسمع الاغنيه هذه مره ثانيه، شوف انا في لزمه في ذا. تستشير حد مثلا انت؟ ايضا ايه نعم. تكون قادم على عمل جديد او اغنيه نعم جديده؟ نعم، كان معي عده اشخاص الله يذكرهم بالخير يعني، اصدقاء عزيزين علي، فكنا نلتقي اغلب الاوقات واحنا احنا يعني نجلس نخزن سوا في الليل، نسمر سوا، نغني، ولهم اشتياق كبير. كنت بتسافر او احيت حفلات خارج صنعاء؟ والله كنت اسير نعم، كان خاصه هذه الايام يا استاذ صبري موسم، يعتبر موسم، كان يعجبني لو ما أسير للرياف. الله، الهواء النظيف، أحلى مكان. أيوة، وناس على الفطرة هكذا ويتقبلوا بكرم ب... أيوة، تلاقي القدوة المليحة. أيوة شوف أيوة يعني أيوة شوف الطيبة قلوبهم ثانية، حتى أنه بعض الوقت ما عادش تروح صنعاء ولا تشي تجلس عندهم أسبوع أسبوعين من الكرم والراحة الذي أنت. والناس بسيطة يعني، تحس أيوة. تحس أنها يعني أغرب للقلب. عادي على الفطرة هكذا. اليوم من غير اللي صاحب المدينة. صح. لا غير في مزغاوة شوي. شباب السكايب جاهز معنا سكايب. ينضم معي أيضا عبر سكايب مراسلنا نظير الفالح مراسلنا في الضفة. نظير صباح الخير، كل يوم وأنت بخير. صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. يعطيك الصحة والعافية. حدثني عن أجواء العيد وصباحات العيد في بلدنا الحبيبة فلسطين، دولة فلسطين. يعني في فلسطين الحبيبة وكما هو الحال في سائر أرجاء الدول العربية والإسلامية، يحتفل أبناء الشعب الفلسطيني بعيد الفطر السعيد، ولكن هناك خصوصية إن صح التعبير دعنا نقول في فلسطين، حيث تبدأ طقوس الاحتفال بعيد الفطر بزيارة لأهالي الشهداء وأهالي الجرحى والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صلاة عيد الفطر. من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك يفضل أن يؤدي صلاة عيد الفطر داخل المسجد الأقصى المبارك أو داخل الحرم الإبراهيمي جنوب الضفة الغربية. معروف أن هناك إجراءات إسرائيلية مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى يوم العيد أو ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد،
بالسماح بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، حيث يتعذر دخول من هم في سن لا يتجاوز 50 عاما في المسجد الأقصى المبارك، ولا تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشباب والأطفال ومن هم بشروط معينة من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة. هناك يعني تنغيص من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، يتمثل ذلك حتى بمصادرة الألعاب التي يجمعها الأطفال والتي تكون على شكل أسلحة نارية بلاستيكية، حيث اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأطفال داخل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وكذلك المفرقعات والألعاب النارية التي يعني تعيد البهجة للأطفال الفلسطينيين الذين يحتفلون بهذه المناسبة. هناك حالة من التآخي بين أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يقوم الفلسطينيون بزيارة بعضهم البعض، وخاصة أسر الشهداء التي فقدت أبنائها جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهم، والتي تصاعدت مع بداية العام الحالي، حيث تجاوز عدد الشهداء أكثر من 120 فلسطينيا في الضفة الغربية لوحدها، وكذلك زيارة عائلات الأسرى، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال اليومية، بالإضافة إلى زيارة الجرحى داخل المشافي أو من أنعم الله عليهم بالتعافي، زيارتهم في منازلهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وكذلك أيضا زيارة لضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي يتمثل ذلك أيضا بعدد من أركان القيادة الفلسطينية التي تضع أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس عرفات، وكذلك أضرحة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. هناك بعض الطقوس أيضا الاحتفالية بهذه المناسبة، والتي تتمثل بشراء الملابس الجديدة والحاجيات وعمل كعك العيد وتقديمه لمن يأم بيوت. طيب يا نظير، على ذكر هذه الطقوس الجميلة التي تقومون بإحياء، أيضا هناك الموروث الثقافي الذي تزخر به دولة فلسطين، من ضمنها أيضا الدبكة الفلسطينية المميزة وتلك الأهازيج والزغاريد التي دائما ما نسمعها من النساء. أيضا هناك العديد من الطقوس، من ضمنها أيضا الخروج إلى الأماكن المفتوحة. أنتم شعب محب دائما للحياة. هذا صحيح يعني، ويتمثل ذلك أيضا بتزيين مركبات المواطنين الفلسطينيين، والتي تكون غالبا مزينة بالعلم الفلسطيني والورود، وأيضا تسمع بين الحين والآخر أيضا، وخاصة في أيام العيد الأولى، الأهازيج والأغاني الشعبية المقاومة التي تحث على تصعيد المقاومة الشعبية، وتحيي من ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي شهيدا، وتمجد الشهداء، وتحث على السير قدما في طريق المقاومة الفلسطينية حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس بطشه وعدوانه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا يحترم أي طقوس احتفالية فلسطينية، سواء في رمضان الذي انقضى قبل يوم، وسواء أيضا في عيد الفطر السعيد الذي ينتظره الفلسطينيون كما سائر الأمتين العربية والإسلامية للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، وإقامة الشعائر الدينية والطقوس الاحتفالية والاجتماعية وتبادل الزيارات والتهاني بهذه المناسبة التي تعود كل عام على المسلمين والعرب في سائر أنحاء المعمورة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت لا يألو جهدا إلا ويقوم بتنغيص هذه المناسبة، حيث تواصلت حملات الاعتقال حتى بالأمس واليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتواصلت حملات المداهمة للقرى والمدن الفلسطينية، ويقوم الاحتلال أيضا حتى بإزالة الرايات الفلسطينية والأعلام واليافطات التي تكتب عليها تهاني بالعيد، لا لشيء سوى أنها زينت بالعلم الفلسطيني أو بكبة الصخرة المشرفة، والتي يعني هي رمز فلسطيني مقدس للعالم العربي والإسلامي. معروف بأن المسجد الأقصى المبارك هو رمز ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للعرب والمسلمين صحيح في كافة العالم. صحيح. تحية الفخر والإجلال والإكبار لهذا الشعب الفلسطيني البطل، وبإذن الله تعالى تتحرر فلسطين
من دنس العصابات الإجرامية الصهيونية. نظير الفالح مراسلنا في الضفة الغربية مسرور جدا بتواصلنا معك خلال هذا الصباح، وأتمنى لك يوم سعيد. شكرا نظير الفالح. أعزائي المشاهدين، طبعا وصلنا إلى الختام، والختام مع أحمد الخراشي. اختار أغنية نختم بها البرنامج يا أحمد، تفضل. مسرور جدا بوجودكم معنا خلال هذا الصباح العيدي من خلال البرنامج أنستنا يا عيد. أحمد، تحب تهنى حد في ختام هذا البرنامج المباشر أنستنا يا عيد؟ نعايد جميع المشاهدين، نعايدك أنت يا أستاذ صبري، كل سنة وأنت طيب. شكرا، كنت طيب يا رب. نقول لهم ينعاد عليهم بالصحة والعافية، وإن شاء الله نرجع عدن بخير وسلامة يا رب بإذن الله تعالى. ونرجع على كريتر، ها؟ نرجع لك ريتر. ايوه ان شاء الله. احمد الخراشي، لا بارد نسمع الا بصيره. والله اوجه لكم التحيه ان شاء الله. شكرا. شكرا. الطاقم بشكل عام، شكرا لك، واليمن بشكل عام، جميع احبتي واصدقائي كل عام وهم بخير ان شاء الله، واتمنى لهم الحياه السعيده ان شاء الله. ان شاء الله. المستر وليد ضيفنا، منور الاستوديو اليوم. الله يبارك لك. تسلم. اكيد انت حبيبك في مصر كثير يعني. والله فرصه عايدهم يعني. أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والأمة العربية كلها بخير، وإن شاء الله اليمن تكون الدنيا اتظبطت فيها وترجع للسلام والأمان تانية، وكل الدول العربية والسودان إن شاء الله يا رب. كل سنة وأنتم طيبين، والناس اللي تعبت دي كلها
شكرا لك يا ولي. أعزائي المشاهدين، وصلت معكم إلى ختام برنامجكم المباشر أنا استنى عيد، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. أتمنى لكم عيد سعيد وقضاء أوقات طيبة مع بقية برامجنا وأيضا نشراتنا الإخبارية. خالص تحياتي أنا صبري الكميم وجميع طاقم عمل هذا البرنامج، وأيضا زملائي في الكنترول أقول لهم أيضا كل سنة وأنتم طيبين، وأيضا زملائي المناوبين اليوم في دائرة الأخبار، شكرا لكم وألقاكم بإذن الله تعالى في الغد. في أمان الله.